هبط هواجيسي والفكر استعان بملكة العرسان وليلة السعاد والفرحة هالليلة وفت بالوعد طاب السعد وين كتب عقد القران والفرحة هالليلة وفت بالوعد طاب السعد وين كتب عقد القران طاب السعد وين كتب عقد القران هبط هواجيسي والفكر استعاد ملكة العرسان وليل السعاد والفرحة هالليلة وفت بالوعاد طاب السعد وين كتب عقد القران وكل عرساننا والسعد فان تركي ومحمد الشيوخ الرجال سر شما كبيرنا الفعال اللي لهم عندنا قدر وشان الله يتمم لك الفرحة وخير محمد الشهمي السيف الشطير الله عسى ايامك تفرح وامان عيال شيخ كريم من كرام سعود القارم مرفوع المقام جد ابو ناصر براس السنة صيته تعلى وله شطر ومكان المعاريس شيخة دينها نورها اللي عريب أصلها بالزين والطيب محد مثلها ربة رجال فعائلهم سما أوالهم أهل وجبات وعلوم أبو محمد داوي قف سد اللزوم وأبو خالد طيبة أهل الغيوم أبو فهد سفن بوقت الرهان وقدامها المسك والعود الثمين والله يديم الفرح في كل حين والعوم جموع الحاضرين يعني السعادة بدون طول الزمان هو ديسي والفكر استعاد بملكة العرسان وليل السعاد والفرحة هالليلة وقت الوعد طاب السعد وين كتب عقد القران هبط هو ديسي والفكر استعاد بملكة العرسان وليل السعاد والفرحة هالليلة وقت الوعد طاب السعد وين كتب عقد القران وكل عرساننا محمد الشيوخ الرجال سن شما كبيرنا الفعال اللي لهم عندنا قدر وشان هو ديسي الله يتمم لك الفرحة وخير محمد الشهمي السيف الشطير وعسى ايامك افرح وامان عيال شيخ كريم من كرام سعود القارم مرفوع المقام جد ابو ناصر براس السنة صيته تعلى وله قدر ومكان المعاريس شيخة دينها نورها اللي عريب أصلها بالزين والطيب محد مثلها ربة رجال فعائلهم سما أوالهم أهل وجبات وعلوم أبو محمد داوي قف سد اللزوم وأبو خالد طيبة أهل الغيوم أبو فهد سفن بوقت الرهان وقدامها المسك والعود الثمين والله يديم الفرح في كل حين والعوم جموع الحاضرين يعني السعادة بدون طول الزمان 6 6 5 0 5 5 8 7